شو هي الطريقة واحد يقدر يحسن أدائه بالتصوير؟ اليوم رح أحكيكم بـ 13 نقطة إذا اتبعتون ممكن يفيدوك. يقال إنه أول 10,000 صورة من صورك هن أسوأ 10,000 صورة، يعني المبدأ من الفكرة منها إنه كل ما صورت زيادة كل ما رح تصير أحسن، وأول 10,000 صورة رح يكونوا عاطلين، سو خليك عم بتصور ما تستسلم. اليوم رح نحكي عن كذا نقطة، 13 نقطة بالتحديد بيقدروا إذا اتبعتهم يحسنوا لك شوي قصص هون وهنيك. أكيد بطبيعة الحال بدك تشتغل حالك، بس إنه هول فيهم يفيدوا. أولا، وقت تشتري فيلم كاميرا قديمة أكتريتهم بيجي عليهم زوم لانسز أو برايم. أنا أول نصيحة بقولكم ما تشتروا كاميرا قديمة فيلم كاميرا وعليها زوم لانس. ليه؟ لأنه زوم لانسز لقدام المانيول they are not very sharp، يعني الصورة تبعك وقت تروح تصور وتبعتها وتظهرها رح تجيك نتيجة تطلع ما رح تكون ممنون كتير من النتيجة، it's not very sharp. So وراح تحس انه اخي ميك بركي هيدا التصوير الفيلم ما خلص اولد سكول وما بيناسبني وما بيطلع لي نتيجه جيده. بهالحاله انا بنصح دائما روحوا على برايم لانسز، يعني شيء 28 ملم 35 50 85 شو ما هو فيكس برايم، يعني لانس ما فيها زوم ما بتتحرك بس فوكس، راح يطلع لكم نتيجه احسن. هاي واحد فور شور اكيد. اثنين، نوعيه الفيلم تتحسن كمان نوعية النتيجة اللي عم بيطلع لك إياها. نوعية الفيلم فيها تلعب دور كبير بهذا الموضوع. ما بيعني هذا الشيء إنه إذا أنا جبت فيلم غالي مثل بورترا 400 يعني كل صوري رح يطلعوا حلوين. هلأ إيه التوناليتي رح تكون أحسن، الألوان أحسن نوعا ما، الديناميك رينج يعني إذا شيء أوفر إكسبوز فيك ترجع تستحصل عليه بالبوست بعدين، فيها تحسن it adds بتزيد، بس ما يعني صورة عاطلة بتصير صورة حلوة. بس موضوع تفكروا فيه انه ممكن اذا منك ممنون من النوعية ومن الشارتنس اذا جبتوا فيلم اغلى ممكن يكون النتيجة احسن بمحل محلات. انا مني وعلي ما بمشي، انا بصور دايما فوما بان 100 ومبسوط من النتيجة مع انه فيلم رخيص، بس عنده كاركتر معين which I like. اكيد experimentation بكل شيء، بس هذا الممنوع موضوع فكروا فيه ممكن يفيدكم ويعطيكم نتيجة بمحل ممكن تكونوا انتو عم تنبشوا عليها. ثلاثة، الكاميرا اللي بتستعملوها كتير مهم، الكاميرا اللي تكونوا عم تستعملوها تكونوا انتو معودين عليها وبتعرفوا تستعملوها ومرتاحين معها وبتحبوها لهالكاميرا كرمال تقدروا تتصرفوا بسرعة. يعني كاميرا الكامبرسم اللي مش معودين عليها او مش فهمانينها او عم بعدكم مش اكيدين منها رح تتأخروا، رح تاخد معكم وقت و set a frame to take a focus وكل شيء وتصوروا رح تتأخروا you will miss، رح تروحوا كتير فرص. So make sure انه الكاميرا عم تستعملوها عطول عطول معودين عليها وسريعين تتقدروا تكمشوا اللحظة المناسبة بسرعة. So الكاميرا تكونوا معودين عليها، هذه شغلة كتير مهمة. أربعة، location versus moments، يعني وقت تكونوا رايحين على لوكيشن معين، راح اعطي اكزامبل اذا واحد رايح مثلا يزور السنتر مثلا دبي مطرح ما في برج خليفه، اول شيء العالم بيروحوا بيعملوه بياخذوا صوره لبرج خليفه لحاله. اوكي صار في شيء فوق ال 10,000 ما بعرف مليون صوره لبرج خليفه، ما you didn't add anything، كلنا شايفينه لبرج خليفه من كل النواحي. ما تفتشوا على اللوكيشن، فتشوا على شو عم بيصير باللوكيشن. يعني اذا انا شفت فور اكزامبل زلمة عم بيلعب هو ابنه عرفت وعم بيضحك وكذا، سو انا افوكس على هذا الموضوع وبحط بالخلفية الصورة برج خليفة، هيك كون انا اخذت كونتكست انه شو اللوكيشن وين انا عم صور اللي مبين عندي برج خليفة، بس حطيت شو بيصير ببرج خليفة، برج خليفة اريا شو بتصير هنيك، هي في عالم عم بيتغدوا، في عالم عم بيلعبوا، في عالم عم بيتفرجوا، في عالم عم بيعملوا شوبينج، فرجي شو عم بيصير versus فرجي المحل. ما حدا عباله يشوف، اللي بده يشوف المحل ما راح يتفرج على صورتك، راح يروح لهونيك يتفرج. سو فرجي شو عم بيصير بالمحل، هيدا الشيء كتير بغير لك elevates your photography، بفرجيك اكتر
ستوريز قصص اللي عم بتصير هناك rather than showing the actual location لحاله. خمسة الاكسبوجر وقت عم بتصور الفيلم مثل ما بنعرف الفيلم غير الديجيتال بمعنى الفيلم عادة وقت يكون في شيء under exposed فيك تطلعه over exposed بالفيلم فيك ترجع تاخد منه details يعني لأنه النيجاتيف اللي عم بتصور عليه بتلاحظوا المحلات اللي هي dark اللي هي غامقة على الفيلم بتكون transparent يعني ما بيكون في تفاصيل details على الفيلم سو ما في شيء تاخده خلص اللي صار أسود الدارك اللي صار يعني على النيجاتيف صار أبيض صار ترانسبيرنت ما بقى في شيء تقدر تاخده بينما الهايلايت فيك تسحب منه ديتيلز لأنه بيكون دارك بيكون سميك على الورقة يعني الورقة النيجاتيف بيكون لونه غامق أسود سو في ديتيلز محفورين عليها على الصورة فيك ترجع تسحب تكستشر أهين بكتير سو بهذا السبب دائما ميك شور إنه وقت عم تصور فيلم to overexpose the film شوية فيك to overexpose half a stop or one stop some of them even two stops يعني حسب نوعية الفيلم بس in general دائما نص stop أو one stop is good enough يعني مثلا إذا الفيلم 400 صوروا على 320 صوروا على 200 مثلا دائما بيعطيك نتيجة أحسن بالمبدأ يعني unless أنت في شيء معين بدك تعمله رقم ستة experiment أكتر بالpushing and pulling film في عندي فيديو أنا حكي فيه عن هذا الموضوع هو مختلف عن overexposing النقطة اللي حكينا عنها قبل اللي هي فيلم 400 بتصوره على 200 هذا بسموه overexposing إذا أخذت هذا الفيلم وصورته على 200 بس التظهير تبعك خففت الوقت يعني مفروض كانت تعمله تتكو عم بيتظهر خلينا نقول لسبع دقايق خليته أربع دقايق هيك ما بتكون عملت over expose بتكون عملت you pull the film أو pushing بيعطيك غير نتيجة في عندي فيديو حكي فيه عن الموضوع فيكم تحضروه هيك تفهموا علي أكتر بس هذا الموضوع بدي أقولكم إنه experiment بهذا الموضوع ممكن يعطوكم نتيجة مختلفة عن كل فيلم يعني نفس الفيلم إذا عم بتصوره بالبوكس ISO اللي عليه بيطلع لك نتيجة إذا صورته 200 you pulled it one stop بيطلع لك نتيجة if you push it one stop two stop three stop يعني إذا فيلم 400 صورته 800 رح يعطيك نتيجة مختلفة إذا صورته 1600 رح يطلع لك غير نتيجة so it's nice to experiment وممكن تحب النتيجة وتصير دائما تعملها so انتبه لهالموضوع جربها أنا بعملها على طول سبعة aperture اللنسات اللي عن العالم اللي بيجيبون في عندهم فتحة العدسة اللي هي كل ما تكون فتحة العدسة أكبر كل ما يكون رقم أصغر يعني بيعطيك أكتر depth of field يعني الباكجراوند بيصير out of focus والsubject in focus وعادة كل ما يكون فتحة العدسة أكبر كل ما تكون اللنس أغلى ومن هالمنطلق وقت واحد يدفع كتير مصاري تيشتري لنس مع فتحة عدسة كبيرة بيقول لك انه هذا الادفانتج وبيخليها دائما يصور عليها يعني دائما بصور f1.4 او 1.2 بمحل محلات منيح بس في كتير اوقات بيكون هذا الشيء ما بيشتغل لصالحك يعني بمعنى اعطيك اكزامبل بسيط اذا هذا الزلمه اللي حكيتكم عنه قبل شوي عم بيلعب مع ابنه وراه في برج خليفه اذا انت عم بتصوره اذا صورته ب f1.2 اوكي برج خليفه وراه اللي بعيد عنه 50 متر او 100 متر او اللي هو راح يختفي راح يكون out of focus لدرجة انه ما راح تعرف انه هيدا برج خليفة راح يطلع out of focus كليا ما راح تعرف شو هو ما بتكون استفدت شيء سو انا بدي فرجي الزلمة عم بيلعب مع ابنه المبسوط وورا بدي فرجي برج خليفة سو بهالحالة لا بروح على f5.6 او f8 او حتى f16 ما بس انه بركي شيء بالنص دائما consider شو بتعمل الفتحة العدسة تبولك وانت شو بدك اذا عم تصور مثلا 3-4 اشخاص قاعدين مع بعض عم بيتغدوا ما فيك تصورهم 1.4 رح يطلع واحد منهم sharp and focus الباقي كله رح يطلع auto focus وبهالحالة بدك تطلع على 5.6 f8 مثلا سو دائما انتبهوا للموضوع مش انه اذا اللنس مميزة وميزتها انه بتفتح العدسة على f1.1 دائما صور هيك حسب شو عم بتصور
دايما شو أفكر بالموضوع. 8 شاتر سبيدز. هلا انا بتصير معي على طول بصور بفوما بان 100 الفيلم بلاك اند وايت اللي هو اي اس او 100. بكتير محلات بكون عندي مش قادر اخد هاي سبيد لانه الفيلم 100 بده يكون عندي سلو شاتر سبيد اذا كانت ما في شمس او اضاءه منا جيده. سو كنت صور اوقات 15 من الثانيه و30 من الثانيه، واوقات صرت جرب اكسبيرمنت عن قصد صور سلو شاتر سبيد وحرك الكاميرا شوي انا عم صور. اوقات اكتر مثلا بعطي ثانية او نص ثانية بصور، خلينا نقول مثلا عندي ثانية باخد الشاتر ببرم على السبجكت بعد ما اكون كبست الشاتر وبنهيها انا ومفوكس عليه، بيطلع هو يعني مثلا اذا في 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 تكست على تي شيرت تبعه او في شيء معين I expose it أكتر عليه وبيكون في motion بهالموضوع. So دايماً اللعب بالموشن is something nice، وكل ما تجرب أكتر كل ما تعرف تستعمله أكتر كل ما يطلع لك نتيجة أحلى. يعني مثلاً إذا عم تصور خلينا نقول سيارة قاطعة، في حط أنا مثلاً 250 من الثانية أو 500 من الثانية عادةً وبيطلع كل شيء فريز وطالع حلو، أو واحد صبع عم بنط بالميات تاخد صورة بيطلع هو فريز والنقط المي مجمدين بالهواء كتير حلو. نفس الوقت إذا أنا صورته مثلاً ب15 من الثانية أو 8 من الثواني وجربت ألحقه وهو عم بنط، ما رح تطلع صورة شارب، بس رح يبين الديناميك، رح يبين الموشن والمي اللي عم بتطير وكل شيء كله رح يطلع هيك في 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 مور موشن إن ذا بيكتشر. وهيدا وأنا بنصحكم جربوها صراحةً. مش دائما الصورة لازم تكون شارب تكون عم بتخبر قصة، اوقات الموشن بيعطيك محل انت تتخيل. جربوها شغلة كتير ممكن تعجبكم. 9 subject in landscape. معنى انه مثل النقطة اللي قبل حكيت عنها انه الزلمة اللي قاعد عم بيلعب مع ابنه مع subject وراء. اذا رحتوا على محل تاني مثلا عم صور انا صحراء وفي sunset، الصحراء حلوة بطبيعة الحال وفي كلها هالديناميك طالع ونازل وجبال هيك والسانسيت. إذا أنا جيت صورتها مثل ما هي it's boring، كلنا شايفين صحراء. وتتاخد مثلا شخص عم بيمشي على واحدة من الديونز الهضبات صورته صار عندي a focus point بصورته، يعني مش انه برمت شفت سانسيت حلو ببرم باخد صورة، ما أنا معنى رح تطلع الصورة بعدين another picture you will not ما رح it will not trigger anything. بينما يكون في شيء عم بيصير، شخص في جمل قاطع بالصحراء، عرفت شيء من النوع it's very important لأنه بيعطي أول شيء perspective إنه شو شيء عم بيصير غير إنه صحراء وفي شمس، في شيء عم بيصير، في شغلة عم تطلع عليها إنه ليه هيدا الجمل وين رايح وين كان معقول هيدا يعني وين بيشرب، بيخلق لك أسئلة. أو شخص مثلا ماشي أو ما ضروري مثلا على البحر، صور شط بحر مثلا هيك فاضي والموج كتير حلو، صور إنسان هيك عم يمشي عليه من بعيد بتصير تفكر إنه هيدا الشخص عم يمشي شو، هيدا زعلان هيدا مبسوط هيدا صاير معه شيء، عرفت بيخلق story for your picture. So دائما introduce a subject باللاندسكيب تبعولك اللي عم بتصور اللوكيشن. و in addition to that هي نقطة رقم 10 هي خلق layers وقت عم بتصور landscape أو شيء. يعني معنى إذا أنت كمان مثل ما قلت لكم أنت على الصحراء مثلا مشوار وعم بتصور وعاملين كامبينج، جيت أنا طلعت هيك شفت sunrise كتير حلو أو sunset كتير حلو برامت وأخذ صورة، فاين صحراء حلوة وشمس وراها ألوان حلوة اوكي فاين. كيف بتحسن هيدي الصوره تبعك؟ بتبلش تشتغل باللايرز. لايرز يعني لاير هون بيجا واحد تاني بيجا واحد تالت بيجا واحد رابع. يعني هل عم تطلعوا بالصوره اللي انا شايفيني؟ في انا وان لاير وفي ورا الشتله مع الضو والحيط، في تو لايرز اوكي، صار في تو دايمنشن نوعا ما. انا بجي بحط ايدي هون صار في عندي 3 layers
واحد اثنين ثلاثة بالخلف. بخلق هيدا الشيء اللي هو في depth، في يعني غمق بالصورة. صورة بطلت flat جلسة، صار في غمق بالصورة. يعني عم صور مثلا أنا هيدي الشمس بالصحراء، بجي بحط action، ولاد عم بيلعبوا على الديونز عم بينطنطوا، صار عندي subject مثل قبل شوي عم نحكي، وصار عندي another layer، صار في الولاد وراهم في صحراء وراهم في sunset. برجع أنا بلاقي لي شي شجرة أو شي سيارة وبصور من خلفها شوي، يعني مثلا let's say فوتها هيك هلا بطريقة أقرب، أو بشي plant فايتة من قدام، بخلق foreground شي قدام الكاميرا اللي هو منه focus، منه هو السبجكت تبع الصورة، بس بيخلق layer، واحد قدام بيرجع أنا، بيرجع شي وراي، بيرجع شي أبعد. كل ما تخلق هيدا layering بالصورة تبعك، كل ما يصير في depth بالصورة أكتر، صار في العالم يتطلع بصورتك أكتر وأكتر. إذا عم صور شخصين في يوقفهم حد بعض بيطلع لي نتيجة، في يوقف واحد هون واحد هون راح يطلع لي نتيجة مختلفة جدا. وصار في dynamic، صار في فرق بالحجم، بالproportion، بالperspective، كل هالقصص فوتهم بالصورة aesthetically للعين أحلى وأحلى. So هيدي number 10. رقم 11، وبترجع للنقطة، أول نقطة ذكرناها أنه لازم تصور أكتر. أول 10,000 صورة هن أسوأ 10,000 صورة لألك. سو بدك تصور أكتر، تتصور أكتر فيلم رح تضطر تصرف مصاري أكتر تشتري فلومة. الحل لهالموضوع بتشتري بالك، في بدل ما تشتري رولز، رول فيلم واحد في 35-36 صورة أو 24، فيك تشتري بالك، وأنا حكي عنهم how to do them. تشتري بالك بيجي متر رول في تقريبا 30 متر، في منهم بيجي 17 متر، بتشتريهم وبتشتري واحدة هيك علبة ورولت، بتصير انت تعبي الفلومة تبعك، بتوفر كتير مصاري. وبدل ما تشتري مثلا رول تبعولك ب 10 دولار، بتدفع 50-60 دولار بتشتري بالك 30 متر، بيطلع لك يمكن 18 او 20 رول. سو بتوفر، يعني بدل ما تكون دافع 10 دولار حق الفيلم بتصير عم تدفع حقه 4 دولار مثلا. سو هيدي شغلة كتير مهمة إذا واحد عباله يصور هلا long term، بس إنه أنا بنصحها definitely. رقم 12، خلي كاميرا معك على طول، مطرح ما تروح جرب يكون معك كاميرا. إذا أنت بتحمل شنطة عادة like a sling bag أو any type of bag، كبل لك كاميرا فيها على طول. إذا لا، يكون عندك point and shoot كاميرا صغيرة ما بتحس فيها تحطها بجيبتك. أنا بهالحالة عندي الـ X-A2 عطول موجودة معي، حتى أوقات بروح وبجي ما بشيلها وبستعملها، بس موجودة ماشي. شفت شي صار قدامي interesting، شفت واحد لابس شي غريب، شي غريب عم بيصير sense، ما بعرف anything that triggers هيك بيلفت لي نظري، يكون معك كاميرا عطول بجيبتك، و preferably كاميرا بتعرف تستعملها بسرعة تتقدر تلحق تاخد اللحظة بالوقت المناسب. وآخر نقطة هي نقطة رقم 13. هلا هاي النقطة كمان بتفرق على الكونتكست اللي عم تصوره، بس تطلع عم نحكي إذا مش عم بتصور in an artistic way، عم تجرب توصل فكرة معينة. إذا مثلا عم تصور بنص الشمس وهارش لايت، وجيت انت عملت فوكس، عملت ميترينج للضوء تخلي الاسود يعني هاي كونتراست ايمج او شيء من النوع، تيطلع عادة صورة حلوة بده يكون في عندك سوفت لايت. شو سوفت لايت؟ هو وقت يكون السورس تبع الضوء عندك، محل ما جاي الضوء يكون مسافته كبيرة، حجمه كبير بالنسبة لألك. يعني let's say هيدا ضوء، إذا الضوء هيك قريب من وجهي أو هالقد قريب من وجهي، حجمه بالنسبة لوجهي يعتبر almost نفس الحجم. إذا بحط الضوء هون صار بالنسبة لوجهي أصغر. كل ما يكون الحجم الضوء كبير بالنسبة لوجهي، كل ما يكون اللايت softer. يعني مثلا أنا هلأ قاعد هون مش مستعمل soft box، عم بستعمل natural light، في عندي شباك كتير كبير من الحيط من فوق لتحت. It's a very large softbox type of
إضاءة. سو عم بيعطيني السوفت لايت، بتلاحظوا من هون هيك ما في شادوز قوية، ما في زياح. مثلا إذا بتشوف معطر عم تضرب الشمس أو بنص النهار بتشوف الفرق بين الشادو واللايت مثل زيح، هون بتشوف لا في جريدينت كتير. سو هيدا الشيء يعتبر سوفت لايت. دائما اشتغلوا انه تصوروا سوفت لايت، يعني وقت يكون النهار شمس كتير قوية جرب حتى السبجكت تبعولك بالفي وصوره، ما تتركه بالشمس لانه بالشمس رح يكون هون في حد منخاره تحت عيونه، من هون هون تحت رقبته، كل هول رح يكونوا اسود ودارك وهيك ما رح يطلع كونتراست حلو. جربوا حطوه بالفي صوروا. اذا عم تصوروا بالسانست او سانرايز بيكون الشمس واطية وخفيفة it's good. وقت يكون في نهار مغيم في غيوم كتير كمان يعتبروا مثل سوفت بوكس، بيكون لايت ديفيوزد وبيعطيك softer light. so دائما make sure انه يكون في a soft light وقت عم بتصور اذا بدك النتيجة تكون pleasing على الوجه. فينا نحكي بالتفاصيل عن هذا الموضوع، بس دائما make sure انه يكون في soft light. يعني لو انا شفتوا هذا الضوء المحطوط ورا، لو هذا الضوء حاطه هون عم بي هو illuminating me، هذا الضوء it's harsh وsource light كان طلع من هون عندي اسود ومن هون اسود و كان طلع الشادوز وحتى هولي كانوا كلهم بينوا أكتر. بينما soft light it makes the image more pleasing as subject عادة، خاصة إذا عم تصوروا portrait. so دائما make sure تلحقوا soft light. وإذا كنتوا بالليل عم تصوروا بلوكيشن معينة في مثلا نيون أو في شي light كبير أو مثلا light box، كل ما تقربوا عليه كل ما يكون light بالنسبة لحجم الإضاءة، بالنسبة لحجم يكون حجم الإضاءة أكبر لأنه قربتوا عليها، كل ما يكون اللايت سوفتر على وجهكم. anyways هول كانوا 13 نقطة هيك على السريع حبيت تو شارككم هون، hopefully يكونوا مفيدين يعني، و I'm pretty sure يعني هن أكيد مفيدين. في كتير غيرهم بس إنه دائما تو consider هول النقط يعني. وإذا عندكم أي سؤال حطوا لي بالكومنتس داون بلو. إذا عبالكم شيء يتصور أو to try something بدكم تجربها قدامكم حطوا لي بالكومنتس داون بلو. تذكروا to like share and subscribe it helps a lot. وهذا كان كل شيء لليوم ومنشوفكم مرة الجاي. cheers.